في الفيديو السابق عملنا على مثالين لإيجاد الصيغة التجريبية، وكانت النسب هي نفسها في كلا المثالين والتي كانت تساوي 2:1. هنا أحضرت معي 3 عناصر لأكون متأكدا أن تلك النسبة لن نحصل عليها مرة أخرى. لدينا 2.4% من الهيدروجين، 65.3% من الأكسجين، و32.65% من الكبريت. ما هي الصيغة التجريبية لهذه العناصر بالنسب هذه؟ حسنا، لنسير بنفس خطوات الفيديو السابق. لنفرض أنه لدينا 100 غرام من هذه العناصر. سأستخدم اللون الأصفر لهذا، سأكتب هنا. إذن لدينا 100 غرام. الآن كم عدد الغرامات للهيدروجين لدينا هنا؟ لدينا 2.404 من الهيدروجين بالمئة. إذن لدينا 2.4% غرام من الهيدروجين، ولدينا 65.3 غرام من الأكسجين. نعم، ولدينا 32.65% غرام من الكبريت. الآن ما نريد عمله هو إيجاد عدد المولات من الهيدروجين، وكم عدد مولات الأكسجين، وكم مول من الكبريت، ومن ثم يمكن مقارنة النسب، وسنكون قادرين على معرفة الصيغة التجريبية حينها. ما هي الكتلة لواحد مول من الهيدروجين؟ لنكتب هذا. إذا مول من الهيدروجين مول أوف أتش. حسنا، نعلم ما هو العدد الكتلي للهيدروجين، وهو واحد، وخاصة العدد الكتلي للهيدروجين. تعلمون، سنجد أن نواة الهيدروجين إذا كانت محايدة لديها بروتون، ولا يوجد لديها نيوترونات. لديها نيوترون واحد، إذا لديها كتلة ذرية تساوي واحد، أو آسف، لديها بروتون واحد، إذا كتلتها الذرية تساوي واحد. طبعا المول منه، لنفرض أن لدينا 6.02 ضرب 10^23 ذرة هيدروجين. نعم، دعونا نكتب واحد. حسنا، وهذه الكتلة الذرية له إذا 1 غرام. إذا نظرنا هنا، إذا كان لدينا 2.04 غرام من الهيدروجين، كم عدد المولات الهيدروجين لدينا؟ حسنا، المول الواحد يساوي غرام واحد، إذا لدينا 2.04 مول من الهيدروجين. نعم، لاحظوا هذه الكتلة للهيدروجين، أما هذا فيدلنا على عدد جزيئات الهيدروجين. إذا لدينا 2.04 ضرب 6.02^23 من ذرات الهيدروجين، عدد أفوكادرو من ذرات الهيدروجين. الآن الأكسجين، ومن ثم الكبريت. الأكسجين 1 مول من الأكسجين، 1 مول of O. العدد الكتلي للأكسجين هو هنا 16. نعم، هذا العدد الكتلي للأكسجين يساوي 16. إذا مول من الأكسجين لديه كتلة من 16 غراما، 6.02 ضرب 10^23 ذرة أكسجين. إذا كم لدينا هنا؟ لنرى، 65.3 غرام. إذا أخذنا 65، دعونا نكتب هنا على الآلة الحاسبة، 65.3 غرام من الأكسجين، لدينا 16 غرام لكل مول. إذا نقسم على 16 يساوي 4.0812. لا أريد أن أكون دقيق جدا. إذا لدينا 4.08. حسنا، إذا لدينا 4.08 مول من الأكسجين. سأكتب هذا في لون الأكسجين، 4.08 من مول من الأكسجين. أخيرا الكبريت، ما هي الكتلة الذرية للكبريت؟ الشيء الذي لا أنساه هو رائحة الكبريت. فعندما كنت أعمل على البحث أثناء مرحلة الماجستير، كنت أقوم بتحضير شرائح من كبريت الكادميوم لدراستها في الخلايا الشمسية. فعندما كنت أنظف دوارق التحضير من كبريت الكادميوم باستخدام حمض الهيدروكلوريك، كانت تنبعث رائحة الكبريت القوية في الجو والتي تشبه رائحة البيض الفاسد، وكان زملائي لا يحسدونني على انتقائي لهذا البحث لهذا السبب. على أي حال، 1 مول من الكبريت هو هنا، هنا الجدول الدوري، أين الكبريت؟ إذا لدينا 32 وحدة كتلة ذرية، حسنا، لكل ذرة كبريت. إذا مول منه سيكون له كتلة من 32 غرام. لنكتب في الأعلى، مول من الكبريت، 1 مول من الكبريت يساوي 32 غرام. إذا كم عدد المولات لدينا؟ لدينا أكثر بقليل من واحد، لكن سأكون دقيق هنا لأن كل شيء آخر هو بالكسور العشرية. إذا لدينا
32.65 غرام من الكبريت، ونقسم على عدد الغرامات لكل مول، تقسيم 32 غرام، نعم، لكل مول. لدينا 1.02 مول من الكبريت، حسنا، 1.02 مول من الكبريت. اتها هكذا، هي هنا. هنا يجب أن تلاحظوا النسبة بوضوح لكل واحد ذرة كبريت، أقصد النسبة هي مجدية بالنسبة لنا هنا. في الواقع قمت بوضع الأرقام للمسألة قبل أن نعمل عليها للتأكد، بحيث أن تكون الأرقام متماشية مع بعضها مع بعضها البعض. إذن لكل 6.02 ضرب 10 القوة 23 كبريت لدينا 2 مول من الهيدروجين، النسبة هي 1:2، ومن ثم لكل مول من الكبريت لدينا 4 مول من الأكسجين، نعم. إذن النسبة بين الهيدروجين والأكسجين والكبريت، دعوني أستخدم هذا اللون، إذن النسبة بين الهيدروجين والأكسجين والكبريت، لكل واحد كبريت لدينا 2 هيدروجين و4 أكسجين، نعم. إذن الصيغة التجريبية من هذا هي، أصبحت الأمور أسهل، دعوني أستخدم هذا اللون، H2، ومن ثم لدينا 1 كبريت S، ومن ثم لدينا 4 أكسجين O4، وهذا حمض الكبريتيك، واحد من المركبات التي لا تريدون أن تسكبوها على أنفسكم. على أي حال، أتمنى أنكم وجدتم هذا مفيدا. نراكم.